حد يعرف ايه هي الاستيفنر؟ دعامات للجرد اللي عندي. يا شباب، ايه معنى الاستثمار؟ دعامات يا دكتور بتزود الاستيفنس بتاع القطاع، الفائدة بتاعتها ايه مثلا؟ بدل ما ازود القطاع كله مثلا، فيبقى القطاع كله تخين او الثيكنس بتاعه كبير، فانا بحط ستيفنرز علشان تزود القطاع بس وتساعده في ان هو يشيل مثلا احمال ازيد، وكمان ممكن نقلل الاسبانات. يعني ممكن لو هنعمل اسبان كبير نحط استثمارات عشان تقلل الاسبان مثلا. بص، هو الهدف منه اساسا كان هتلاقيه اتقال لك في البدايه خالص وانت بتعمل اللي اوت، وانت بترسم الايه؟ اللوحه بتاعت اللي اوت. الكوبري عندكم كان عباره عن كوبري بليت جيردر، كوبري بليت جيردر، فبالتالي الويب عندي بيبقى الدبس بتاعه كبير مقارنه بالسكنس، فعرضه انه يحصل فيه باكلينج. عشان امنع حدوث الباكلينج دوت بحط مجموعه من الاستيفنرز. الباكلينج اللي ممكن يحصل في جردر في كذا نوع، فانا رسم لك دلوقتي قدامك 6 انواع من الباكلينج اللي بيحصل في البليت جردر. اول حاجه اللي هي شير باكلينج للويب، الشير باكلينج للويب امتى بيحصل؟ حد يعرف؟ لما الشير فلو يزيد يا دكتور على الويب. بيحصل غالبا في المنطقه اللي فيها قيمه الشير فورس عاليه، ودي بتبقى قريبه من سبورت. تعرف شكل الشير فورس دياجرام بتاع السمبل بيم؟ بيبقى اقصى شير موجود عندي سبورت، ولما بدخل المنتصف الشير بيقل، فالشيرنج فورس بتزيد، فممكن بتحصل باكلينج في الويب، لان انت عارف دايما ان اللي بيشيل الشير المساحة بتاعت كروس سيكشن بتاع الويب. في نوع تاني ممكن يحصل اللي هو شكل جنبه ده، اللي هو كومبريشن للويب باكلينج، عليها تحصل باكلينج ده. دكتور الصوت عند حضرتك بيقطع. دكتور موضوع الباكلينج اللي فوق ده بيحصل فين؟ دكتور ايوه، هو الصوت عند حضرتك بيقطع خالص، يعني بيفصل كده 10 20 ثانية وبعد كده يرجع يتكلم تاني. طب انا هحاول اخرج وادخل تاني. تمام.
كنا بنقول النوع الثاني من الباتلينج اللي بيحصل في الويب في الجزء اللي فوق اللي هو الربع اللي فوق من الدبس. بيحصل فين ده؟ في المين جيردر. تعالي منطقة بقى في المين جيردر. الماكسيمم مومنت. عند الماكسيمم مومنت بالظبط كده. الماكسيمم مومنت ده بيبقى موجود في نص الاسبان. فبالتالي بلاقي النورمال ستريس ديستريبيوشن تحت تأثير البيندنج مومنت بيعمل لي مثلثين. مثلث في النص الاعلى بتاع الكروس سيكشن شغال في الضغط، ومثلث في النص التحتاني بتاع الكروس سيكشن شغال في الشد. طبعا الشد مش هيحصل فيه باكلينج، الضغط هو اللي هيحصل فيه باكلينج. هلاقي يحصل زي باكلينج ويف في المنطقة اللي فوق، يبقى ده ناتج من البندنج مومنت، وده بيبقى في نص الاسبان. الشكل الاولاني ده كان ناتج من الشير بيبقى عند السبورت. ممكن الاقي في نوع ثالث يحصل بسميه اللاترال تورشنال باكلينج للجيردر. اللاترال تورشنال باكلينج ده يحصل فين؟ في الويب. في الويب بتاع القطاع. لا، ده القطاع كله بيحصل فيه حركه، بيبقى في نص الاسبان برضو. لو هي سيمبل بيم ببقى انا ماسك الكروس جيردر الكروس سيكشن بتاعي من عند السبورت الاولاني والسبورت الثاني، وتحت تاثير البندنج مومنت الاقي يحصل كومبريشن في الفلانجه اللي فوق، تقوم بيحصل لها حركه ازاحه جانبيه بالاضافه للازاحه الراسيه اللي بتحصل لي تحت تاثير الاحمال ديفليكشن. ينتج عندي المحصله بتاعت الاثنين ان القطاع كله يتحرك كانه حصل فيه تورشن، او ممكن الفلانجه اللي فوق بس هي اللي تتحرك، يبقى ديستورشن في الويب. ممكن الاقي يحصل في الفلانج، الاقي الفلانج حصل فيها لوكال باكلينج زي الشكل الرابع ده تحت تاثير برضو البيندنج مومنت، الاقي يحصل في الفلانجه لوكال باكلينج. في شكل ثاني برضو من الباكلينج اللي بيحصل في الكومبريشن فلانج مرسوم هنا اللي هو الشكل الخامس ده، وممكن يحصل باكلينج في الويب تحت تاثير الاحمال المركزه. لو في حمل مركز كونسنتريتد لود جاي جامد بيحصل كريبلينج في الويب، بيحصل باكلينج في الويب زي ما انت شايف هنا. يبقى دي اشكال مختلفه من الباكلينج اللي ممكن تحصل في بليت جيردر. زي ما قلنا الويفز اللي بتبقى موجوده في الربع الاعلى بتبقى تحت تاثير البندنج مومنت ناتجه من البندنج مومنت الشكل ده. الويفز اللي بتحصل على كامل الدبس مايله بتبقى تحت تاثير شير. ممكن لو القطاع كله معرض لكمبريشن يحصل باكلينج ويف على كامل الطول متماثله بالشكل ده، مش زي اللي فوق. اللي فوق دي في الربع الاعلى، اللي تحت دي على كامل الدبس، ده بيبقى الممبر كله معرض لكمبريشن. الحاله دي مش هنشوفها عندنا في حاله ايه؟ بليت جيردر. ان احنا عندنا شير وعندنا بيندنج، ما عندناش بيور كومبريشن. ليه بقى احنا بنستخدم الويب ستيفنر؟ عشان اعمل تدعيم للويب، عشان امنع حدوث الباكلينج اللي ايه؟ اللي احنا كنا شفناه قبل كده ده. فلو في عندي كاميرا كونتينيوس وفي سبورت تحت هنا، الاقي عند السبورت ده بيبقى في عندي رياكشن جامد، قيمه عاليه للرياكشن. الرياكشن فورس دي ممكن تاثر لي على الويب، فعشان كده بعمل هنا ايه؟ ستيفنر، عشان ما يحصلش موضوع الباكلينج اللي موجود فين؟ في الويب. يبقى ايه؟ تحت تاثير الكونسنتريتد لود اللي جايه من اسفل الرياكشن ممكن يحصل
باكلينج في الويب بالشكل اللي انت شايفه ده. عشان امنع حدوثه بعمل ايه؟ بحط ستيفنرز يمين الويب وشمال الويب. لو القوه مش كبيره قوي ممكن اعمل ستيفنر من اتجاه واحد مش من الاتجاهين. يحصل كمان عندي موضوع الباكلينج بتاع الويب لو في عندي تغير في كروس سيكشن. تغير في كروس سيكشن فبلاقي يتولد عندي في المنطقه دي هنا كومبريسيف فورس. دي برضو بتاثر على الويب ممكن يحصل فيه باكلينج. فبالتالي لما يكون في عندي تغير في كروس سيكشن بالشكل ده بحط ايه؟ ستيفنر. يبقى انا في عندي ستيفنر هنا عند التغير في كروس سيكشن وعندي ستيفنر تاني عند ايه؟ السبورت. وطبعا لو في كونسنتريتد لود جاي من اعلى لاسفل هضطر ان انا احط كمان ستيفنر. يعني ممكن يكون في عندي حمل مركز جاي في المنطقه دي فبالتالي بحط تحتيه برضو ستيفنر. ده اللي احنا كنا بنقول عليه اللي هو الشير اللي بيحصل في الويب. وفي عندك هنا صوره لتجربه في المعمل عباره عن سيمبل بليت جيردر ومعرضها لحمل كونسنتريتد في النص، حمل مركز في المنتصف. انا حاطط تحتيه ستيفنر. السيلبانل دي كلها زي ما انت شايف ممكن يحصل فيها باكلينج بالشكل ده. فبالتالي لو انا عايز امنع حدوث الباكلينج ده ممكن احط ستيفنرز اضافيه. يبقى تحت تاثير الشير، تحت تاثير الشيرنج فورس اللي هي دي، هبص الاقي الويب حصل فيه باكلينج. عشان امنع حدوثه بحط فيرتيكال ستيفنر. وطبعا الشكل اللي باين قدامك هنا احنا حاطين هنا ستيفنر بين اتجاه واحد. ممكن يبقى اتجاه واحد او من الاتجاهين. اللي كنا قلنا عليه برضو قبل كده ان تحت تاثير البندنج مومنت ممكن الاقي كومبريشن في النص الاعلى من الكروس سيكشن والنص التحتاني عليه تنشن فبالتالي مش حاطط الاسفنج بتاعته. الجزء اللي عليه كومبريشن ده ممكن يحصل فيه برضو باكلينج. فعشان كده بحط فيرتيكال ستيفنر وممكن احط كمان هوريزونتال ستيفنر. الهوريزونتال ستيفنر برضو بتمنع لي حدوث الباكلينج في الجزء الاعلى من الكروس سيكشن. ده هنا شكل بيوريني الانواع المختلفه من الستيفنرز اللي احنا بنحطها. الرسمه الاولانيه اللي هي دي عباره عن بليت جيردر انستيفند يعني ما فيش فيها اي ستيفنر. سيمبل بيم ابر فلانج ولور فلانج وويب ما فيش اي ستيفنر. الشكل الثاني عبارة عن نفس السيمبل بيم بس في عندي هنا أحمال مركزة كونسنتريتد لودز اللي هي دي ودي. فبالتالي أنا حطيت هنا إيه؟ حاجة اسمها البيرنج ستيفنر، البي اس دي اللي هي بيرنج ستيفنر. ده ستيفنر موجود مباشرة تحت الإيه؟ الحمل. ولما حاجة أصممه زي ما هنشوف كده، لما حاجة أصمم البيرنج ستيفنر ده هخليه شايل الحمل اللي جاي من أعلى. طب انا حطيت دلوقتي بيرنج ستيفنر هنا وبيرنج ستيفنر هنا تحت الاحمال المركزه، هيتفضل عندي المنطقه دي كلها عباره عن بليت جيردر ممكن يحصل فيها باكلينج تحت تاثير المومنت، والمنطقه اللي هنا دي ممكن يحصل فيها باكلينج تحت تاثير الشير. فعشان اقسمها برضو لمجموعه من البانلز بحط حاجه اسمها الانترميديت ستيفنر. يبقى في عندي البيرنج ستيفنر دي حاجه اللي هي دي، وفي عندي الانترميديت ستيفنر اللي هي هنا. البيرنج ستيفنر تبقى تحت الحمل المركز مباشره وممكن كمان تتحط عند السبورت، لان زي ما قلنا السبورت بيبقى في عندي رياكشن رد فعل قوي. ممكن بالاضافه لكده احط كمان هوريزونتال ستيفنر يبقى ماشي بطول الكوبري كله. هوريزونتال ستيفنر، الهوريزونتال ستيفنر بسميه يا اما هوريزونتال ستيفنر يا اما اسميه لونجيتيودنال ستيفنر.
يبقى المسمى ده الهوريزونتال هو نفس المسمى بتاع اللونجيتيودونال. الفيرتيكال رأسي ممكن اسميه ترانسفيرس. ترانسفيرس يعني عمودي على الكاميرا. يبقى عندي فيه الفيرتيكال ستيفنر ممكن اسميه فيرتيكال او ترانسفيرس. الهوريزونتال ستيفنر بسميه هوريزونتال او لونجيتيودونال. دي هنا برضو الفرق بين النوع الاولاني اللي هو اللود بيرنج ستيفنر. اللود بيرنج ستيفنر ده بيبقى موجود تحت الكونسنتريتد لودز. بقول لك هنا provided at points of heavy concentrated loads، يعني المناطق اللي فيها حمل مركز عالي. وده بيبقى موجود فين؟ عند البيرنج اللي هو سبورت، وعند الكروشتك، عند الكونكشن اللي بين الكروس جيردر والمين جيردر، لان الكروس جيردر بترمي رد فعلها على المين جيردر. البيرنج ستيفنر لازم تتحط بيرز، يعني ايه؟ يعني يمين الويب وشمال الويب من ناحيتين. ليه؟ لان قلنا القوه هنا بتبقى قيمتها عاليه، فبالتالي انا محتاج كروس سكشن كبير يشيل لي القوه دي. ولازم تكون فولي تايت مع الفلانجز، يعني داخله بالظبط ولمسه الابر فلانج ولمسه كمان اللور فلانج، يعني داخله بالظبط في بين التو فلانجز. ده اللي هو البيرنج ستيفنر اللي بيبقى موجود تحت الاحمال المركزه. في عندي نوع تاني اللي هو الانترميديت او بسميه الاستابيليتي ستيفنر. ده بيبقى موجود مجرد انه بس عايز يقسم لي البانل لمجموعه من البانلز الاصغر. ده بعمله عشان يحافظ لي على الباكلينج انه ما يحصل، يحفظ لي على الويب انه ما يحصلش فيه باكلينج. وده ممكن يبقى عدد زوجي او من ناحيه واحده من الويب، يعني ممكن الاقي يمين الويب وشمال الويب او الاقي ناحيه واحده من ايه الويب. الاشكال بتاعه الاستيفنر ممكن يبقى شكل فلات، اللي مرسوم افقي قدامك ده اللي هو الويب بتاع المين جيردر. العمود عليه ده اللي هو الاستيفنر. ممكن يبقى فلات عباره عن بليت، ممكن يبقى انجل، ممكن يبقى تي سيكشن، ممكن يبقى بوكس سيكشن، ممكن يبقى بليت وفي جزء اضافي هنا بيديله ستيفنينج للبليت ده، وممكن يبقى انجل ومربوط بمسامير. اللي فاتوا دول كلهم ملحومين، ممكن يبقى انجل ومربوط عن طريق المسامير. وزي ما قلنا ممكن يبقى الاستيفنر بتاعي من ناحيه واحده من الويب او يبقى من الناحيتين من الويب. ممكن الاقي حاجه اسمها مالتي ليج ستيفنر، يعني لما يكون قوه كبيره ممكن اعمل حاجه بالشكل ده. يبقى بدل ما هو بليت واحد او تو بليتس، اربعه بليتس مع بعض. الفكره ان هم دول اللي بيشيلوا لي الفورس اللي جايه من الكونسنتريتد لود عشان ما تاثرش على الويب. يبقى بدل ما انا شايلها على الويب وما يستحملهاش بشيلها على الاستيفنرز. دي اشكال في الطبيعه لمجموعه من البليت جيردر، وده الشكل بتاع الاستيفنرز. الشكل اللي على الشمال دي عباره عن بليت جيردر وملحوم فيها الاستيفنرز، فدي مربوطه عن طريق اللحام. الشكل اللي على اليمين عباره عن بليت جيردر وفي برضه مجموعه من الاستيفنرز بس مربوطه عن طريق المسامير. لما اجي اصمم الاستيفنر بصممها على حاجتين، تو كونديشنز. الكونديشن الاولاني اللي هو الاستيفنس كونديشن، الكونديشن الثاني اللي هو الاستريس كونديشن. ده بالظبط عامل زي لما انت كنت بتصمم كومبريشن ممبر، كنت بتصممه مره على الاستيفنس كونديشن اللي هي خاصه بمعامل النحافه عشان ما يحصلش فيه باكلينج،
وبيصمموا مره ثانيه على الاستريس كونديشن. لما انا اصمم الويب ستيفنر على الاستيفنس كونديشن، الشروط اللي لازم تتحقق اول حاجه الاوتستاند. الاوتستاند اللي هو الجزء البارز عمودي على الويب. انا رسم لك دلوقتي الويب ده اللي هو الافقي وعمودي عليه في الاستيفنر. الاوتستاند اللي هي المسافه من الويب لحد النهايه فوق دي بسميها الاوتستاند، سواء كان بليت او كان انجل او كان تي سيكشن، المسافه دي بسميها الاوتستاند. الاوتستاند دي المفروض تكون اكبر من اتش ويب على 30 زائد 5 سنتي. انت بتشوف البليت جردر بتاعتك الدبس بتاعها ايه اللي هو الاتش ويب، بتقسمه على 30 وتضيف 5 سنتي، المفروض الاوتستاند دي تكون اكبر منه. الكلام ده لو انت عندك ستيفنر على ناحيتين من الويب، both sides of web. لو الاستيفنر دي في اتجاه واحد من الويب من ناحية واحدة، فبتبقى اتش ويب على 30 زائد 10 سنتي في حالة one side. الاوتستاند المفروض تكون اكبر اقل من 12.5 تي اس، 12.5 السمك بتاع الاستيفنر. لازم الاوتستاند تكون اقل من الرقم ده، لان هي لو زادت عن الرقم ده ابص الاقي الاستيفنر نفسه هو اللي يحصل فيه لوكال باكلينج. في عندي شرط تاني اللي هو السي يكون اقل من 12.5 تي فلانج، اللي هو جزء الكانتليفر ده، السي اللي هو الكانتليفر الصغير ده يكون السي دي اقل من 12.5 تي فلانج، والبي اللي هو الدبس بتاع الاستيفنر ده يكون اقل من 38 تي اس. دي برضو عشان ما يحصلش لوكال باكلينج في الاستيفنر. الاستيفنر دي لما هتشيل كومبريشن فورس بقول ان هي شايله ايه، دي شغاله معايا وفي جزء من الويب شغال كمان معايا. الجزء ده بيساوي 25 تي ويب او 12 تي ويب. ل 25 تي ويب لو هي انترميديت ستيفنر، و12 تي ويب لو هي ايه بيرنج ستيفنر. لما اجي اصمم اللود بيرنج ستيفنر، اللي فاتت دول كانوا خاصين بالستيفنس كونديشن، يعني الشروط اللي احنا قلنا عليها هنا دي بتحققها عشان تبقى حققت الستيفنس كونديشن. بعد كده بعمل تشيك على الاستيفنر ده عن طريق الاستريس كونديشن. ازاي؟ ان انا هعتبر ان الاستيفنر دي زائد الجزء الفعال اللي شغال معايا من الويب ده عباره عن كومبريشن ممبر، كانه عمود وعليه فورس اللي هي القوه اللي جايه من كروس جيردر على الويب جيردر، او الفورس اللي جايه من الرياكشن بتاع السبورت على المين جيردر. يبقى انا هعتبر ان ده عباره عن ايه الشكل ده، كانه عمود على شكل ايه بلس كده، او عمود على الشكل ده، او عمود بالشكل ده، والفورس فيه اللي هي الفورس اللي جايه من الكونسنتريتد لود. طيب بالنسبه للبيرنج ستيفنر، انا عندي عند السبورت القيمه بتاعه الفورس معروفه اللي هي الرياكشن ار ديد زائد لايف زائد امباكت. دكتور ايوه، هو ال 12 تي ويب وال 25 تي ويب ديت تختلف على حسب ايه؟ حسب اذا كانت بيرنج ستيفنر او انترميديت ستيفنر، هنشوفها دلوقتي بعد كده الشرايح اللي جايه. البيرنج ستيفنر قلنا ان هي موجوده عند السبورت، يبقى الفورس اللي واقع عليها اللي هي الار ديد زائد لايف زائد الامباكت، او عند كروس جيردر تبقى هي الرياكشن اللي جاي من كروس جيردر. يبقى البيرنج ستيفنر بتتصمم على القوه فعليه اللي جاي عليها، سواء من سبورت
او عند كروس جيردر. طيب النوع الثاني من الاستيفنر اللي هي انترميل ستيفنر، قلنا دي عباره عن بانل كبيره بمشعتها كبيره ما فيش عليها احمال مركزه، بس انا عايز اقسمها عشان ايه ما يحصلش لوكال باكلينج في الويب. فدي هتتصمم على قوه تخيليه هسميها سي اس. السي اس دي بتعتمد على الشيرنج فورس اللي جايه من المين جيردر. يبقى كل منطقه ليها قيمه معينه حسب قيمه الشيرنج فورس، وهنشوف بعد كده معادله ازاي بجيب بيها سي اس. لان انا ما فيش عندي هنا قوه مركزه فهصممها على قوه تخيليه اسمها سي اس. في الحالتين سواء بيلينج ستيفنر او انترميديت ستيفنر الباكلينج لينس بتاعي هيبقى 0.8 اتش ويب. يعني العمود اللي انا هصممه ده هاخد الباكلينج لينس بتاعي 8/10 ارتفاع المين جيردر. دي اول حاجه اللي هي اللود بيرنج ستيفنر. اللود بيرنج ستيفنر اللي احنا قلنا بتبقى موجوده فين؟ عند السبورت. ففرضت ان انا خدت هنا شكل ايه؟ تي سيكشن. تي سيكشن من فوق وتي سيكشن من تحت، او خدت اي سيكشن وقسمتها اثنين. ممكن اخد كروس سيكشن عباره عن اي سيكشن واقسمه اثنين، يبقى تي فوق وتي تحت. الجزء الفعال اللي شغال معايا اللي كان بيسال دلوقتي في حاله البيرنج ستيفنر 12 تي ويب. الويب مستمر من اليمين ومن الشمال، بس بقول ان مش كل الويب شغال معايا، بقول ان جزء بس هو اللي ايه اللي شغال معايا، اللي هو هاخده قيمته 12 تي ويب. فهشوف السيكنس بتاع الويب قد ايه واخد 12 ضعف. يبقى ده الشكل بتاعي او العمود اللي هيشيل لي القوه اللي هي الار ديت زائد لايف زائد الامباكت، اللي هي الرياكشن اللي جاي على البيرنج. هصمم كومبريشن ممبر ازاي؟ اول حاجه هفرض قيمه معينه للاستريس، فبقول ان الاستريس بيساوي 1.4 طن على السنتيمتر مربع. يبقى المساحه اللي مطلوبه اللي هي الفورس على الاستريس تديني الاريا ريكوايرد. هبتدي اكون الكروس سيكشن بتاعي. انا عارف الويب قد ايه وعارف السيكنس بتاع الويب قد ايه، فبالتالي هاخد الطول ده 12 تي ويب، وهقول ان في هنا اريا بتاعه نص الاي بيم واريا ثانيه بتاعه نص الاي بيم. يبقى الاريا ريكوايرد اللي انا حسبتها هتساوي 12 تي ويب تربيع، اللي هي 12 تي ويب مضروبه في سمك تي ويب مساحه المستطيل ده، زائد الاريا بتاعه التو هافز اوف اي بيم نصين الاي بيم. من هنا هطلع الاريا بتاعه نصين الاي بيم، هدخل الجدول واخد كروس سيكشن معين بيحقق لي ايه المساحه دي. بعد ما انا اخترت القطاع بتاعي هبتدي احسب له دلوقتي الاريا الفعليه، واحسب الانرشي حوالين محور اكس والريديوس اوف جايريشن حوالين محور اكس، لان انا بقول الباكلينج هيحصل حوالين محور اكس. طب ليه ما خدتش حوالين محور واي؟ ليه بقول الباكلينج هيحصل حوالين محور اكس مش هيحصل حوالين محور واي؟ ده الاتجاه الضعيف للويب بتاع المين جيردر. لا، هل ممكن يحصل حوالين محور واي؟ ادي محور واي اهو، ممكن يحصل باكلينج حوالين المحور ده؟ الاحمال في اتجاه اكس. نعم، الاحمال في اتجاه اكس. لا، الحمل عمودي على الصفحه، الحمل نازل عمودي على الصفحه دلوقتي. ده تخيل كده ان ده عمود وده كروس سيكشن بتاعه. مش ممكن يحصل حوالين محور واي، لان في حاجه هتمنعه. ايه هي؟ كروس الكروس جيردر وال وال اسمها الويب. الويب اللي هنا لو المحور ده حب يتحرك يمين او شمال اللي هيمنعه ايه؟
الويب ده خلي بالك انه مستمر، الويب ده مستمر، انا خدت جزء منه قلت ده شغال معايا اللي هو 12 تي ويب، انما الويب اساسا مستمر يمين وشمال، فمش ممكن يحصل باكلينج حوالين محور واي لان الويب هيمنعه، بس ممكن يحصل حوالين محور اكس، مفيش حاجه هتمنعه، التي الصغيره دي مش هتمنعه. تمام، عشان كده انا جبت هنا ايه كابيتال اي اكس وسمول اي اكس، لان الباكلينج هيحصل حوالين محور اكس مش هيحصل حوالين محور واي، بجيب بعد كده معامل النحاف حوالين محور اكس اللي هو ايه 0.8 اتش ويب على الاي اكس. بعد ما جبت اللامدا اكس هجيب الاف وركينج باكلينج عن طريق معادله من 2، فاكرينهم كنت بشوف معامل النحافه هل هو اقل من 100 او اكبر من 100. لو معامل النحافه اقل من 100 في عندي معادله اللي هي ايه 1.6 ناقص 0.4 اصفار 8.5 لامدا اكس سكوير. طب لو لامدا اكبر من 100 كانت المعادله ايه؟ حد عارف؟ 7500 على لامدا سكوير، مظبوط تمام. يبقى انا هنا هجيب الاف وركينج باكلينج حسب قيمه اللامدا اكس دي، المفروض الاستريس اللي ما زادش عنها. احسب بقى الرياكشن مقسومه على المساحه الاكتوال بتاعه الكروس سكشن ده، المفروض الاكتوال ستريس ده يكون اقل من الاف وركينج باكلينج. يبقى ده التشيك اللي بعمله في حاله الستريس كونديشن في اللود بيرنج ستيفنر. لو الشرط ده ما اتحققش بعمل ايه؟ هنغير الاستيفنر، نجيب واحد بزود الكروس سكشن اريا بتاع الاستيفنر. تمام دكتور. ايوه مش انا فرضت في الاول اساسا ان عندي الاف الويب اللي هي الاف اللي كان في الاول خلاص اف ويب باكر فرضتها ب 1.4. ايوه تمام، اكيد القيمه اللي انا هجيبها في الاخر مش هتبقى مساويه ل 1.4، فيبقى الفرض يعني مش صحيح تماما، المفروض اعدله الاول. لا مش شرط، انت الاريا دي اللي بتجيبها ممكن تجيب اريا اكتر منها شويه. طيب مش لو جت اريا اكتر منها شويه ممكن يبقى الاف اكشوال ساعتها اقل من الاف ويب. وبعدين خلي بالك ال 1.4 دي انا فرضها، بس هي فعليا هتعتمد على ايه؟ وعامل النحافه. تمام، بس بعدها هيجي لي اف ويب باكلينج بقيمه، فانا مثلا دلوقتي انا كنت جايب الاريا على اساس الاف ويب باكلينج انا فرضتها، فمثلا دلوقتي الاكشوال غير اللي انا فرضه، فيبقى الاريا اللي انا جايبها ممكن تزيد او تقل، فلو هي لو زادت هتزود لي هتقلل لي من معامل النحافه، ولو قلت هتزوده لي، فمش مفروض برضك ان انا اكرر اعمل كذا ترايل لغايه ما اتاكد ان انا عندي الاسامشن بتاعي زي الناتج اللي طلع في الاخر بالظبط. لا 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 الاسامبشن ده مجرد عشان اختار بس الاريا دي، اول ما اخترت الاريا خلاص انا ماليش دعوه بالاسامبشن، انا ممكن معامل النحافه ده يبقى عالي قوي. ايه اللي هيحصل لو معامل النحافه ده عالي؟ ايه اللي هيحصل؟ كده هيحصل لي باقي. لا هيحصل لي في الاستريس ايه فورتنج باكلينج هيحصل فيها ايه؟ مش حظ قانون للاسف يا دكتور. هيقل تقريبا؟ هيقل توصل لواحد واتنين من عشره. طب لو وصلت لواحد واتنين من عشره ايه اللي هيحصل؟ لو قلت ما هو كده يبقى انسيف. هتبقى انسيف ليه بقى؟ ليه بقى؟ اللي اكشوال هيبقى اكتر منها. لان انا هبقى محتاج اريا اكبر بكتير. لان هنا كنت قاسم على 1.4 بس. الواحد واربعة من عشرة دي ده قيمة أنا فرضها وما دخلتش فيها معامل النحافة. أول ما بيدخل معايا معامل النحافة بجيب الـ F working buckling الحقيقية. ولو طلعت أقل يبقى أنا ساعتها ممكن أعيد الـ assumption، بس لو طلعت أزيد يبقى أنا كده مرسي. لو طلعت أزيد
هتبقى سيف. بس اللي بيحكم التصميم هنا حاجه خلي بالك، ان افضل تصميم لما الاف اكشوال دي تكون اقرب ما يكون للاف وركينج باكلينج، اقل منها بس ايه قريبين من بعض. لو الاف اكشوال زي ما انت بتقول طلع اقل بكتير هتبقى سيف صحيح، بس هيبقى فيه ويست في الماتيريال. تمام جدا انا تمام جدا. ده كان بالنسبه للستريس كونديشن في حاله الايه اللود بيرنج ستيفنر. دكتور، هو انا لما بجيب الاريا بخش في القطاعات الاي بيم اللي معانا في الجدول؟ اه بتاخد القطاع بتاع الاي بيم. ما هي الاريا دي عباره عن ايه؟ نصين اي بيم، يعني تي سيكشن وتي سيكشن، يعني اي بيم وقسمته نصين. طب انا باخد الاريا اللي انا طلعتها من القانون ده كامله على بعضها واجيب اي سيكشن مكافئ للاريا دي. تمام. او ممكن تعمل بيلد اب سيكشن، يعني انت ممكن تعمل بليت وبليت تاني وملحومين مع بعض بنفس اشوف سمكات تديني نص المساحه دي. ايوه بالظبط كده. تمام. بس تكون محققه الشروط بتاعه الايه البي على التي والسي على التي، اللي هي الشروط اللي حضرتك قلتها في الاول خالص كده، اللي هي دي. تمام. اللي هي السي على التي والبي على التي. نعم. عشان ما يحصلش فيها لوكال باكلينج. تمام. طيب انا صممت دلوقتي الكروس سيكشن، عايز اصمم اللحام اللي موجود عندي هنا. في عندي كام خط لحام؟ في كام خط لحام هنا؟ أربعة. في اثنين مع التي سيكشن اللي فوق وفي اثنين مع التي سيكشن اللي تحت. فبقول ان الار اللي هي الفورس اللي شايلها الاستيفنر بتساوي 4 في الاس في الاتش ويب في الاف الابل بتاعت الويلد. المعادله دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفورس اللي بتاثر على الكروس سيكشن ده بتقاوم بكام خط لحام؟ باربع خطوط لحام، عشان كده كاتب لك هنا ايه؟ 4. طب المساحه بتاعت اللحام اللي بيقاوم عباره عن السايز الاس مقاس اللحام مضروب في الاتش ويب، يبقى السايز بتاع الواحد مضروبه في الاتش ويب، دي هي المساحه، بضربها في الالاوبد سبيس بتاع اللحام المفروض تكون بتساوي الار ديد ولايف وامباكت او اكبر منها. الالاوبد ستريس بتاع اللحام، اللحام ده من نوع فيلت ويلد. انتوا عارفين كان في عندنا فيلت ويلد وبات ويلد. بات ويلد اللي هم تو بليتس على نفس الاستقامه. فيلت ويلد لما يكون البليتس متعامده مع بعضها. فالالاوبد ستريس بتاع الفيلت ويلد 0.2 اف التيميت. حيث الاف التيميت هي الالتيميت ستريس بتاع الماده اللي بلحمها. انا بلحم هنا بليت جردر ستيل 44، فالاف التيميت 4.4. يبقى عندي 0.2 في 4.4 تديني 0.88. المعادله دي اللي معروف فيها رياكشن، اللي معروف فيها الاتش ويب، واللي معروف فيها كمان الاف الابل بتاع الويلد. المجهول الوحيد اللي هو ايه؟ الاس. الاس اللي هو السايز بتاع اللحام. في المعادله دي بجيب السايز بالشرط ان اقل سايز باخده في الكباري بيكون 6 مللي. طبعا السايز بيمشي ارقام زوجيه، يعني يبقى 6 مللي، 8 مللي، 10 مللي، مفيش ارقام فرديه. بس اقل حاجه بتكون 6 مللي في حاله الكباري. اللي احنا شفناه ده كان خاص بايه؟ اللود بيرنج ستيفنرز، ترانسفيرس ويب ستيفنر، يعني ستيفنر رأسية وفي نفس الوقت لود بيرنج اللي هي عند السبورت او عند الكونسنتريتد لود بتاع كروس جيردر. يعني لو عندي كروس جيردر بشوف الرياكشن اللي جاي من كروس جيردر واحطه مكان الار ديد ولايف امباكت. النوع الثاني بقى اللي هو الانترميديت ستيفنر. الانترميديت ستيفنر دي عباره عن الاستيفنر الداخليه اللي انا حطيتها وفي نفس الوقت مفيش عليها حمل مركز مباشر. فبعمل ايه؟ بفرض قيمه تخيليه
للفورس بسميها سي اس. نفس الشروط في عندي هنا اوت ستاند، بس الجزء الفعال معايا بقى مش 12 تي ويب، 25 تي ويب، سواء في البليت او في الانجل. وفي الانترميديت ستيفنر القوه بتبقى صغيره، فممكن اخد من ناحيتين من الويب او اخد من ناحيه واحده من الويب، عكس البيرنج ستيفنر كنت بحط قطاعين يمين الويب وشمال الويب. هنا انا ممكن احط اوت ستاند فوق اوت ستاند تحت او من اتجاه واحد من ناحيه واحده. طب عايزين نشوف بقى ايه القوه التخيليه دي اللي انا بصمم عليها. القوه التخيليه دي بسميها سي اس. السي اس بتساوي 0.65 في 35% اف فيلد مقسومه على الكيو بي ناقص 1 مضروبه في كيو اكتوال. كيو اكتوال اللي هي الاكتوال شيرنج فورس في المكان بتاع الاستيفنر، اللي هي بتساوي تقريبا 9/10 كيو ماكسيمم، يعني حوالي 90% من الار ديد زائد لايف زائد الامباكت. الكيو بي اللي هي الالاوبل باكلينج شير ستريس، حسبتوها انتوا قبل كده لما كنتوا بتاخدوا التصميم بتاع فليت جيردر. الاف وركينج باكلينج هفرضها برضو 1/4 واشتغل نفس الخطوات اللي اشتغلتها قبل كده، بس بدل ما كنت بستخدم الار ديد ولايف وامباكت هستخدم هنا ايه؟ السي اس. حاول ان الاريا ريكوايرد تساوي السي اس على 1/4. الاريا اللي مطلوبه 25 بقى بدل 12، 25 تي ويب بتربيع زائد الاريا بتاعت التو انجلز او التو بليتس. وهختار سيكشن زي قبل كده واعمل تشيك على الاستريس بتاعته، بحيث الفورس اللي ابلايد عليه بتكون القوه التخيليه اللي اسمها سي اس. بالنسبه لي اللحام بقول ان في هنا جزء شغال معايا من الويب في التنشن، يعني لو انا فرضت ان ده البليت جيردر بتاعي ودي مجموعه الاستيفنرز اللي هي الفيرتيكال، فتحت تاثير الاحمال بلاقي في منطقه هنا في البليت شغاله في الشد، المنطقه المايله دي شغاله في الشد، يبقى ده كانه بالتقريب تراس. حولت البليت جيردر لما يقابلها من ايه؟ التراس. في عليها احمال، في عليها فيرتيكال ممبرز، وفي عليها دايجونال ممبرز. الدايجونال ممبر ده بيبقى ليه دبس معين هنا اللي هو اتش ويب على 3. فبقول ان السي اس بتساوي 4 في الاس في الاتش ويب على 3 مضروبه في الاف بتاعت الويلد. الاف بتاعت الويلد بتساوي 2/10 من الاف التيميت. من هنا انا عارف الاتش ويب وعارف اف دبليو، وجبت قبل كده السي اس المجهول الوحيد اللي هو بيبقى الاس. يبقى هنا بطلع السايز بتاع اللحام اللي مطلوب ليه الانترميديت ستيفنر. ده الشكل بتاع الاتش على 3 ده عشان الطاي. طيب هي مش طاي، هي البليت شغال كانه طاي. يعني بص كده في الرسمه اللي قدامك دي، دي كاميرا ومحطوطه ومحمله بحمل مركز في المنتصف. شايف التوزيع بتاع الباكلينج عامل ازاي؟ الصوره اللي تحت دي واخدين بالكم منها؟ في هنا مجموعه من ايوه في اللي جناب الباكلينج اكتر عن اللي في النص بالظبط، ودي شغاله في الشد، يعني دي تعتبر كانها بليت مشدود، فبتشتغل كانها ان تراس. يعني تاثير الباك، يعني الطاي ده اصلا مش موجود، ده تاثير الباكلينج يعني لما بيحصل. تمام، يعني اصلا الطايات دي مش موجوده، دي تخيليه يعني. ده باكلينج حصل في اتجاه دايجونال، ناحيه شد وناحيه ضغط، فانا بستغل الجزء اللي شغال في الشد كانه شغال معايا، يعني كان ده تراس وده تنشن ممبر. المايل ده كان ده تنشن ممبر، ده بنسميه تنشن فيلد اكشن. تنشن فيلد اكشن بيحول الفليت جيردر لكانها ان تراس.
والفيرتيكال ميمبرز اللي هي الميمبرز اللي شغاله في الكومبريشن، والبليت اللي مايل ده اللي هو كانه شغال في التنشن. في عندي كمان الهوريزونتال ستيفنرز. الهوريزونتال ستيفنرز بتتصمم على كونديشن اللي هو الستيفنس كونديشن بس، مفيش هنا ستريس كونديشن. شرط لازم يتحقق اللي هو الاي واي بيساوي 4 دي ويب في تي ويب تكعيب، ده لما يكون الاستيفنر في خمس الارتفاع من فوق اللي هو الاستيفنر ده. يبقى انا بختار دايمنشن معينه للاستيفنر بحيث يحقق لي ايه الشرط ده. لو عندي استيفنر في نص الويب، في شرط تاني بيتحقق اللي هو ان الاي واي بتكون بتساوي الدي ويب مضروبه في التي ويب تكعيب. يبقى انا بختار سيكشن معين وبقول ان السيكشن ده يا اما بليت يا اما انجل، واعمل تشيك على الستيفنس كونديشن ده بس. عندي كارتلمنت بتاع البليت جيردر. الكارتلمنت ده انت تعرضت له قبل كده لما كنت بتشتغل فين؟ في الخرسانه. لما كان في عندك كاميرا السبان بتاعها كبير وعليها لود كبير ومحتاجه 8 اسياخ مثلا التنشن، هل كنت بمشي 8 اسياخ من اول الكاميرا لاخرها؟ بيكون في مقطع وفي مستمر. تمام، كنت بعمل حاجه اسمها تقسيط للحديد. المنطقه اللي فيها بندنج مومنت كبير احط فيها ايه؟ الثمان اسياخ اللي هي في النص. عند السبورت المومنت تقريبا بصفر، فكنت بعمل ايه؟ بقلل الاسياخ اللي موجوده، ما بمشيهمش الثمانيه من الاول للاخر. هو ده المفهوم بتاع الكارتلمنت اللي هو التقسيط بتاع ايه؟ الكروس سيكشن. طب انا هنا هعمل ازاي العمليه دي؟ ده المفهوم بتاعها، ان انا لو في عندي بيندنج مومنت مش لازم امشي الفلنج من الاول للاخر بكروس سيكشن الكبير اللي موجود في المنتصف. انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل كروس سيكشن كبير اللي هو بيشيل لي الام ار واحد في المنطقه ايه اللي في النص دي، وعند السبورت اخلي الكروس سيكشن يحصل فيه ايه؟ يقل. يبقى بدل ما هو بيشيل ام ار واحد يشيل لي ايه؟ ام ار اتنين. يبقى انا كده وفرت في الحديد. وفرت في اي حاجه في الحديد؟ في الفلانج. انا عملت ريدكشن في الايه؟ في الفلانجه بتاعت البليت جيردر. الفلانجه نفسها دكتور كده هتتقص ولا ايه؟ الفلانجه نفسها هنشوف دلوقتي بغيرها ازاي. انا كان ممكن اعمل حاجه ثانيه. هي الفكره ان انا عايز اغير الانيرشيا، كان ممكن اصغر القطاع. بس لو صغرت القطاع، لو صغرت الدبس، هيبقى الشكل بتاع الكوبري غير مألوف، يعني هيبقى شكله غريب وهو ماشي بايه؟ بتو كروس سيكشن. فعشان اخلي المنظر العام شكله كويس بغير بس في الفلانج، بخلي الدبس زي ما هو. فالتغيير ممكن يحصل في ايه؟ ممكن يحصل في السيكنس بتاعت الفلانج. يعني كروس سيكشن اللي عايز مومنت كبير بخلي له سمك تي واحد، لما المومنت يقل بعمل ايه في السمك؟ بصغره شويه اخليه ايه؟ تي اتنين. ده السمك بتاع الفلانج. وفي نفس الوقت العرض ثابت، البي بتاعت الفلانج ثابته. يبقى انا هنا عملت كارتلمنت للفلانج عن طريق ان انا صغرت السيكنس بتاع الفلانج. في عندي شرط هنا اللي هو تي 2 بيكون بيساوي من 6 من 10 ل 1 تي 1، يعني ما صغرش قوي التي 2 عشان التغير ما يبقاش مفاجئ، من 6 من 10 ل 1. وبعمل ميل خفيف هنا اللي هو 1 ل 5 او 1 ل 10 برضه عشان ما يبقاش في تغيير مفاجئ في كروس سيكشن ويعمل لي ستريس كونسنتريشن ويبتدي يحصل فيه شروخ.
انا عملت التغيير الجراديوال ده عشان ما يحصلش تركيز اجهادات في المنطقه اللي هنا يبتدي يحصل فيها كراكس. في شرط تاني اللي هو البي على 2 بتكون اقل من 12.5 تي 2 عشان ما يحصلش لوكال باكلينج. يبقى دي اول تغيير ممكن يحصل ان انا اغير في السيكنس بتاع الفلانش. التغيير الثاني ممكن اخلي السيكنس بتاع الفلانش ثابت واغير في العرض بتاع الفلانش. يبقى العرض بتاع الفلانش بي 1 اخليه يصغر ويبقى ايه بي 2. ففي الحاله دي برضو الانيرشيا صغرت بس برضو بخليش البي 1 تمشي لغايه هنا وتنزل مره واحده، لا بخلي برضو تغير جراديوال، باخد ميل هنا 1:10 او 1:5. وفي نفس الوقت بي 2 بتساوي من 6:10 لواحد البي 1 بحيث تكون اكبر من اتش ويب على 15 زائد 13 سنتي عشان ما يحصلش لاترال تورشنال باكلينج. وفي شرط تاني اللي هو بي 2 على 2 اقل من 12.5 تي عشان ما يحصلش لوكال باكلينج. يبقى التغير الاولاني الشريحه اللي فاتت كان عندي تغير في ايه؟ في السيكنس. الشريحه دي خليت السيكنس ثابت وعملت تغير في عرض الفلانش. ممكن لو الكوبري بتاعي كبير والقوه بتتغير على سبان كبيره اعمل تغير في الاثنين، اخلي التي 1 والبي 1 هما الاثنين يصغروا، فبصغر في السيكنس وبصغر كمان في العرض بتاع الفلانش. برضو بعمل جراديوال ترانزيشن في المنطقه دي بميل 1:10 او 1:5 سواء في السيكنس او في العرض بتاع الفلانج. والشروط اللي فاتت برضو لازم ايه تتحقق. يبقى كارتلمنت هنا انا عملت ريدكشن في الفلانج سيكنس وكمان في الفلانج ويتس في الاثنين. ممكن اعمل كارتلمنت بطريقه ثانيه ان انا امشي فلانج من الاول للاخر بسيكنس تي. السيكنس تي ده ماشي في البليت جيردر من الاول للاخر، واعمل كفر بليت اللي هو ده اللي هو تي كفر. كفر بليت ده موجود في المنطقه اللي فيها بندنج مومنت عالي في المنتصف، يبقى التي كفر ده موجود في الجزء اللي في المنتصف بس. برضه في شروط معينه للكفر بليت اللي هو البي بتاعت الكفر يساوي تقريبا 60% من العرض الاصلي، والتي بتاعت الكفر تكون اقل من التي الاصليه، والبي بتاعت الكفر بتساوي البي ناقص حوالي 5 سنتي. هرجع تاني هنا للشكل بتاع الكاميرا الرئيسيه بتاعتي. الكاميرا الرئيسيه زي ما قلنا انا عملت تغير في كروس سيكشن. التغير فين؟ اماكنه فين؟ في المكان ده. تغير في المكان ده وتغير تاني في المكان ده. التغير ده عباره عن حاجه من الاربعه اللي فاتوا، يا اما غير في السيكنس بتاع الفلانج، يا اما غير في العرض بتاع الفلانج، يا اما غير في السيكنس والعرض، يا اما اضيف كفر بليت. الهدف واحد في الاخر، ايه هو؟ ان في منطقه هنا اللي هي التلتين ال دي ليها كروس سيكشن معين. ال على 6 وال على 6 الناحيه الثانيه ليهم كروس سيكشن ايه؟ اقل شويه. فبالتالي كروس سيكشن الكبير هيشيل لي المومنت اوف ريزيستنس اللي انا بسميه الام ار 1، وكروس سيكشن الاقل هيشيل لي المومنت اوف ريزيستنس اللي هو الام ار 2. ده بسميه وان ستيب كارتلمنت. يعني عملت كارتلمنت
على خطوة واحدة لما تكون الاسفان بتاعت الكوبري أقل من 30 متر. لو الاسفان بتاعت الكوبري أكبر من 30 متر يبقى الاقتصادي أكتر إن أنا أعمل two steps لكارتلمنت. يعني يعني في كارتلمنت في المنطقة دي وفي واحد تاني في المنطقة اللي هنا وبيكرر ناحية تانية من الكوبري. يبقى هيبقى عندي فيه هنا MR1 وعندي MR2 وعندي MR3. ده في حالة الكباري الإسبان أكبر من 30 متر. أفضل قيم تعمل أفضل قيم للأماكن اللي تعمل فيها الكارتلمنت اللي هي مكتوبة قدامك هنا. إن الكارتلمنت الأولاني يبقى على بعد إلا على 2 وإلا على 4 وإلا على 4. الكارتلمنت اللي بعده 7 إلا على 9 وإلا على 9 وإلا على 9. في اللي فاتت اللي هي الوان ستيب كان أفضل مكان للكارتلمنت اللي هو 30 إل وإلا على 6 وإلا على 6. عايز اشوف دلوقتي التصميم من ناحيه الاسترس هيمشي ازاي. انا عندي هنا الشكل اللي مرسوم قدامك ده عباره عن ايه؟ الشكل ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفيشن للكاميرا. ده هنا شكل الفيشن للكاميرا وتحتيها في ايه؟ شكل البندنج مومنت دايجرام. البندنج مومنت دايجرام ده لي مومنت اوف ريزيستنس ام ار 1 وليه مومنت اوف ريزيستنس ايه ام ار 2. يبقى ده الشكل بتاع البندنج مومنت. رسمت لك تحتيه الشكل بتاع الاستريس. هي الاستريس بتساوي ايه؟ المعادله بتاعت الاستريس اهي دي المعادله دي المعادله بتاعت الاسترس اللي هي الاكتوال ستريس بيساوي الام ار على الاي في الواي. دي المعادله بتاعت الاسترس اللي ناتج من البندنج. الاسترس بيساوي المومنت في الواي اللي هي نص الارتفاع مقسوم على الانيرشيا بتاعت قطاع. القطاع دلوقتي انا عندي قطاعين. قطاع اسمه واحد قطاع واحد اللي هو ده اللي هو ماشي في منتصف الكوبري وفي قطاع تاني اصغر منه شويه اللي هو قطاع اتنين اللي هو بيمشي عند السبورت. زي ما قلنا الدبس واحد بس الاختلاف بيبقى يا اما في السكنس بتاع الفلانج يا اما في العرض بتاع الفلانج اللي هي تي واحد تبقى تي اتنين او بي واحد تبقى ايه بي 2. فبالتالي الواي اللي هي بعد النيوترال اكسس عن الحافه هتتغير لان السمك هنا اتغير هتبقى بدل ما هي اي 1 واي 1 هتبقى ايه واي 2 اللي هي دي. فانا عندي المومنت اوف ريزيستنس واحد اللي هو الام ديد زائد لايف زائد الامباكت. لو جيت احسب على كروس سكشن ده هلاقي شكل توزيع الاستريس ماشي شبه شكل الايه البندنج مومنت دايجرام لحد ما اوصل للنقطه دي. ايه اللي يحصل هنا بقى عند النقطه اللي هنا دي؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ الاف اكشوال بتقل مره واحده؟ لا بتزيد عشان انا قللت القطاع. قللت القطاع يوم يحصل ايه في الاستريس؟ الانيرشيا ايه قلت. ايوه فالاف الام ثابته الام هنا ثابته. اه النقطه اللي فوق دي ما اتغيرتش الام هنا ما اتغيرتش. الاي صغرت الواي ما فرقتش كتير يقوم يحصل ايه في الاستريس؟ يزيد تمام. بس انا عايزه ما يزيدش عن الاف اكشوال اللي كانت موجوده هنا. واخدين بالكم؟ انا عايزه لما يزيد ما يزيدش عن الاف اكشوال دي. فبالتالي في عندي معادلتين
المعادله الاولى اللي هي ال ام ار 1 بتساوي ال اف اكشوال مضروبه في الاي اكس 1 مقسومه على واي 1، وال ام ار 2 بتساوي ال اف اكشوال اللي هي المفروض ما تزيدش عن الفوق مضروبه في الاي اكس 2 مقسومه على الواي 2. المعادله الاولى، المعادله الاولى دي ايه اللي معروف فيها وايه اللي مجهول؟ ايه اللي معروف عندي هنا وايه اللي مجهول؟ اللي هي الام ار 1. المفروض كله ما فيش حاجه مجهوله تقريبا، شال اي اكس معايا والواي معايا والام ريزيستنت انا جايبها من الاحمال. تمام، الاف اكشوال هي اللي ايه اللي هتجيبها من المعادله دي. الاف اكشوال اللي هجيبها، يعني انت عندك الام ار 1 وانت فارض قطاع الاي اكس 1 والواي 1 هتجيب منه ايه؟ الاف اكشوال. طيب المعادله الثانيه ايه اللي معروف وايه اللي مجهول؟ هو ام ار 2 كله بقى ما عدا الواي الاي بقى. ما عدا ايه؟ ما عدا الاي يا رب. لا انت ممكن تفرض الاي وممكن تفرض الواي 2 والاف اكشوال هي هي، يبقى المجهول عندك الايه؟ الام ار 2. مش الام ار 2 ده انا جايبها من الاطوال يا دكتور اللي هي النسبه والتناسب ولا؟ وانا مش عارف اجيبها عشان المعادله نون لينير. بص انت ممكن تجيب الام ار 2 وتفرض الاي اكس 2 والواي 2 وتتاكد ان الاف اكشوال دي اقل من ايه؟ الاف اكشوال اللي فوقها. لا ما لازم تبقى اقل منها. لا حسب القطاع اللي انت فرضه. ممكن تكون انت فارض قطاع اقل من المطلوب. انا اقصد يعني لو طلع اقل فانا المفروض ان انا ازود القطاع عشان توصل انها تبقى اقل منها يا بتساويها. الحل الثاني ان انت ممكن تفرض الاي اكس 2 والواي 2 والاف اكشوال تاخدها من هنا وتجيب الام ار 2. لما هتجيب الام ار 2 هتلاقي البعد دوت اختلف، فبالتالي المسافه الافقيه اللي هنا هتختلف. خد بالك انا قلت لك ايه؟ اللي قل على 6 ده افضل تصميم، بس مش شرط يتحقق، مش شرط تحققه. يعني انت ممكن لو الام ار حسبتها طلعت اقل من كده هتلاقي المسافه دي اقل من إلا على 6. لو طلعت الام ار اكبر من دي شويه هتلاقي المسافه هنا طلعت ايه؟ اكبر من إلا على 6. ده إلا على 6 دي الحاله المثاليه. ماشي؟ يعني تزيد عن إلا على 6 بس ما تقلش. تمام. مش هتقدر تكون الحته دي تاني بس انا بيبقى معايا ايه وبستنتج ايه بس منها؟ بص انت عندك هنا معادلتين، المعادلتين شبه بعض بس واحده بالام ار 1 للقطاع الاولاني اللي هو الاي اكس 1 والواي 1، ومعادله ثانيه الام ار 2 للاي اكس 2 والواي 2. المعادله الاولانيه كل حاجه معروفه فيها ما عدا الاف اكشوال، بتجيب منها الاف اكشوال، بس خلي بالك الاف اكشوال اللي بتجيبها من هنا لازم تكون اقل من اللي مسموح بيه لما انت كنت بتصمم البليت جيردر. تمام. واخد بالك؟ يعني انت المفروض الخطوه دي انت عاملها قبل كده لما كنت بتصمم ايه؟ كروس جيردر. لان كان عندك المومنت وفرضت قطاع وشيكت وتاكدت ان الاف اكشوال دي اقل من المسموح بيه. تمام جدا. فدي معروفه عندك. الحاله الثانيه ممكن تقول هاخد ال على 6 وهاخد هنا ام ار 2، احسب ام ار 2 هنشوف ازاي بنحسبها دلوقتي، وافرض الاي والواي واجيب الاف اكشوال تكون اقل من الاف اكشوال اللي فوق، او اخد الاف اكشوال اللي فوق هنا وافرض الاي والاي واجيب منها الام ار 2، او الحاله الثالثه بقى بس دي اصعب بقى انك تاخد ال على 6 تجيب ام ار 2 وتاخد الاف اكشوال وتستنتج منها الانرشيا، بس دي اصعب هتحتاج ترايل.
النسبة بقى بين الـ MR1 والـ MR2 بتتحقق من المعادلة اللي باينة قدامك هنا. ادي الشكل بتاع الكيرف، انا هعتبر ان ده بارابولا، هعتبر ان ده ايه؟ بارابولا. هو الصح بتاعه ايه؟ بارابولا بس متكسر بقى عشان الاحمال المركزه. لا بارابولا بس في حته هنا افقيه تحت، مش افقيه يعني كيرفتشر تاني. انا عشان التسهيل هعتبر ان دي بارابولا واحده، هعتبر ان دي ايه؟ بارابولا واحده. ففي عندي معادله خدتها انت في الرياضه قبل كده بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الطول ده الراس ده على الطول الراس ده بيساوي الطول الافقي على الطول الافقي كل تربيع. دي المعادله بتاعت البارابولا كيرفيتشر. ده الطول الراس ده الكبير ده اللي هو الام ار 1، الطول الرأس الصغير ده اللي هو ايه؟ MR1 ناقص MR2. تمام؟ الطول الأفقي اللي هنا هسميه small l على 2، والطول الأفقي اللي تحت كبير ده هسميه l capital على 2. ماشي؟ ال L كابيتال اللي هي الاسبان كلها، نص البارابولا تبقى L على 2، L كابيتال على 2. ال L سمول اللي هي الحته اللي بعمل فيها كارتلمنت، لو خدت نصها تبقى L سمول على 2. فالمعادله بتقول لي ايه؟ ال MR1 ناقص MR2 اللي هو الجزء الراسي ده، الجزء الراسي ده مقسوم على MR1 اللي هو الجزء الراسي اللي هنا، بتساوي ايه؟ بتساوي السمول ال على 2 مقسوم على الكابيتال ال على 2 كل تربيع. هو مش انا المفروض اجيب من المعادله ديت الام ار 2 يا دكتور؟ مش 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 اللينس. انا هقول لك دلوقتي، انت عندك ام ار 1 معروفه وام ار 1 معروفه. لو انت فرضت هنا ام ار 2 زي ما كنا بنقول من شويه، ان انت تاخد ال على 6 وتفرض الام ار 2، هيبقى المجهول اللي عندك ايه؟ ال ال سمول. ال ال سمول، يبقى ال ال سمول دي اللي هي بتحدد لي المكان بتاع الكارتلمنت اللي انا قلت لك مش شرط يطلع بالظبط ال على 6، ممكن يطلع اقل شويه او ايه؟ اكتر شويه، بس الحاله المثاليه اللي هي ايه؟ ال ال على 6. من هنا ممكن اجيب ال L سمول. من الناحية العملية بتلاقي ال L بتساوي تلتين ال L كابيتال، ده اللي احنا كنا بنقوله من شوية اللي هو ده. من الناحية العملية بتبقى ال L سمول تلتين ال L ايه؟ كابيتال، بس مش شرط تطلع نفس الرقم يعني. دي كده النهاية بتاعت المحاضرة الأولانية. في المفروض عندكم محاضرة تانية زي ما قلنا، هناخد ريست حوالي 10 دقايق ونكملها بحيث نبقى خلصنا ايه الكورس كله. هو احنا عندنا محاضرة كمان نص ساعة ده؟ نعم عندنا محاضرة كمان نص ساعة. محاضرة ايه؟ تفتيش وضبط جوده. ايه؟ تفتيش وضبط جوده. تفتيش وضبط جوده. طب خلاص نبتدي على